بالمخيم بسبب إهمالنا، بسبب انتهاكاتنا الإنسانية بحقهم، مش بس هني وحتى قياداتهم نفسها. الهدف هو إعلان حالة وأنه في حل لازم ينوجد. وكان هيدا الكتابة عم بتحاول تتفحص وين المشكلة، يعني هل هو بالانتهاكات اللي عملوها الدول العربية، هل بالمجازر اللي تعرضوا للفلسطين، هل بمنعهم من العمل وممارسة حقوق الإنسانية بلبنان أو بالدول العربية الثانية مطرح ما في مخيمات. لأنه اللاجئين الفلسطينيين الموجودين بالمخيمات هن قضية فلسطين أول شيء، هن قضية فلسطين هن، لأنه اللي لما انطردوا قامت دولة إسرائيل على أنقاض طردهم، فنحن عم نغيبهم من حياتنا، ما حدا سامع فيهم، ما حدا بقى عم يحكي فيهم، وكأنه شيئا لم يحصل. ما عم يصير شيء بالمخيمات، اللي هلا سلوكة الكهرباء اللي موجودة على الأرض وبتغطي سما المخيم، والناس اللي بتنام بدون أكل، بينما نحن عم نتمتع على أسرتنا وببيوتنا ومروح على المطاعم وبنلبس بما فيهم أنا كمان، وهن في حالة غياب وفي حالة عمى. بس طبعا حليب التين هو رمز للعمى المؤقت، لأنه لما بتحط الحليب التين على عيونك بعمش وبسكره، بس ما بتعمى. فهيدا أفق لنفتح للحل. شكرا شكرا لك. في أسئلة واضح، يعني وين الميكروفونات؟ ياريت نبدأ مع الأخت، معلش سأبدأ، بس ياريت حدا يوصل نعم. رح ناخذ مجموعة من الأسئلة، ورجاء يعني حيكون مفتوح مجال أي سؤال موجه سجلوه لكم حتى يكون في مجال بالأخير للإجابة. بحب أسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. أنا أبدأ من حيث بدأت الأستاذة الدكتورة أمال حينما تحدثت في المطلق. أشكرها أولا على مقدمتها الجميلة. تحدثت في المطلق حينما قالت أن الجيل السابق كان يكتب خارج التاريخ، ونحن نعلم أن الجيل السابق كان في قلب التاريخ. قرأنا لكوليت خوري وليلى بعلبكي سفينة حنان إلى القمر وأيام معه. إذن الجيل السابق كان هو قصدت الجيل اللي أسس من السابق. أسس نعم، وضحى يعني في وأسس هذه الأرضية. شكرا. في سؤال؟ عفوا أنا أحترم كل الكتابات، يعني في مجال الكلمة أحترم الكلمة. وأنا دكتورة لطفية القبائلي، سبق وأن شاركت في عضو لجنة التحكيم في مسابقة المرأة العربية المتميزة في مجال الكتابة والأدب اللي أقامتها الجامعة العربية، وأيضا عضو لجنة التحكيم في مسابقة المرأة العربية اللي أقامتها المرأة العربية. عفوا معلش تسمح لي أنا كقارئة، عفوا هذا معلش سيدي الكريم، نحن لا يروقنا أن تتحول قضية المرأة إلى أدب الفراش وأدب الجنس. شكرا. ألو. ألو. السلام عليكم. وفاء رمال باحثة اجتماعية. بس بحب أسأل الروائيات إنه الدول هي بتوضع القوانين والشرايع لحماية الإنسان، أنتم لما تكتبوا رواية ما يعني ما بتفكروا إنه هيدي الجملة اللي كتبتوها ضد القانون أو لا؟ وبالنسبة لزميلتكم اللي انسجنت، يعني شو كتبت أشياء ضد القوانين؟ شكرا جزيلا. بس سريع، ما معنى وقت، بحتاج أسمع يعني نسمع أصوات يعني جمهور متميز ومتعلم ومثقف ونخبه المجتمع العربي. مش بكون مفيد ان نسمع اراء، سمعنا راي، في اراء اخرى وجميل يصير حوار، بعتقد كله مفيد. مداخله صغيره وسؤال لجميع المحاضرين. بالنسبه لمصعب من الكويت، بالنسبه لكلام الاستاذه فضيله فاروق، الحياه قائمه على الجنس عباره عليها 100 علامه استفهام، اذا كانت هذا في الشعوب المريضه. فرويد نفسه ثبت انه هو مريض نفسيا، فهذه اتوقع مجازفه. سؤال ولا هي ملاحظه؟ لا، اذا تكلم الروايه عن الجنس انا افترضنا موافق عليه المساله هذه، اذا اضاف جديدا للجنس. اذا تكلم كما تكلم باولو كويلو مثلا في الجنس، اذا اضاف لي جديد ولا اذا اصبح المساله تكرار ومساله دعايه. طيب الى اي مدى الروائيين العرب استطاعوا الدخول الى النفس البشريه كما فعل روائيين اوروبا واليابان، يوكو ماشيما وما شابههم؟
إلى أي مدى يستطيع الروائي الشاب أن يسوق لروايته إذا افترضنا أن الرواية ليست بحث علمي يصيب فيه من يصيب؟ شكرا جزيلا. إذا افترضنا أن قائمة تجربة. شكرا جزيلا اللي جنبك واللي جنبك بس بليز. ريوة شتيلة من لبنان. إذا توقفي بكون أحسن كمان. بس بدي أسأل سؤال دائما مداخلة مع سؤال. في خلط بين تحرر المرأة والكتاب عن الجنس والدين والسياسة، عم يضل في اختلاط بين هيدا المحورين، وفي شعرة كتير رقيقة I think أسعد حاولي يعبر عنها بس فهم بطريقة خاطئة. المرأة تؤخذ على منحى جنسي بالدعاية وبالسياسة كشكل وكل شيء، والروايات اللي عم تطلع هلأ اللي عم تحكي عن تحرر المرأة على أساس عم تثبت هالنظر، مش عم تعطي العكس. ما عم نحكي، هل فعلا عم نحكي عن تحرر المرأة ولا عم نتأيد بالنظام اللي موجود أوريدي نحن عنا؟ شكرا. طيب إذا ممكن الأخت بليز دكتورة فريدة تفضلي. شكرا. فريدة العلاقي، أنا أمينة عامة لمؤسسة منتر العربية لوقاية الشباب والأطفال من المخدرات. سعيدة أن الافتتاحية من أمال قالت كلمة أصوات جديدة تبشر بعالم جديد، ونبحث ونفهم ونتواصل. دعوني أقول لكم وأنا غارقة في هذا الهم العربي الكبير جدا الذي لم أتوقع أنني في نهاية حياتي المهنية سأغرق فيه، وهو الشباب والمخدرات. رواية عصام يوسف ربع جرام، لمن لم يسمع بها أتمنى أن تشتروها وأن يقرأها أولادكم. رواية عصام يوسف ربع جرام بيع منها 1,000,000 نسخة، وما حققته هذه الرواية لم تحققه ملايين الملايين من الندوات والمؤتمرات والشعارات والكلام العام الذي كان موجه لشبابنا العرب، ولكن للأسف الشديد لم يفلح لسبب واحد. آن الأوان وأنا سعيدة ولابد أن أسجل هذا لمؤسسة الفكر العربي، وتشرفت بأنني كنت معهم 7 سنوات، ومنذ العام الأول وأنا أقول استمعوا لهم وأفسح لهم المجال وأشكرهم لأنني منهم تعلمت، ولهم سأعمل وأتمنى الجميع يدرك هذه الحقيقة. وشكرا. هل محافظ بحث، ولكن رحم بالأمير خالد الفيصل، لكن دعونا نتابع ليكون معنا في هذا أيضا الدكتور محمد مصري من لبنان، رئيس مركز طلاب في الدراسات. أنا بستغرب أنه ليش بنستغرب الكلام عن الجنس، علما أنه ربنا لما خلقنا خلق فينا حاجتين أساسيتين هما الغذاء للنمو والجنس للتكاثر والاستمرارية. فهذا الموضوع أنت تتساءل عن هذا الموضوع. هذا الموضوع موضوع مقبول وضروري، ولكن ما يؤسفني أن القراء في العالم العربي هم قلائل جدا، والدليل على ذلك أن معظم الروايات والروائيات شعوبنا لا تقرأ، وهذا ضعف في مجال القراءة. لدى الشعوب احنا طبعا بقينا هون في مجموعة من الأسئلة والملاحظات حتى نكون منصفين. الدكتور محمد علي الموسوي، سأتكلم باختصار وخير الكلام ما كل ودل. الجنس مسموع عندما يكون تحت الأخلاق والضوابط. كيف هذا أولا، وكل إنسان وكل امرأة لها الحق بالقانون والأخلاق والضوابط. تفضلت السيدة وتكلمت بالنسبة للإخوان اللاجئين المنسيين. كل الكرام مثل أفضالك وكل الكتاب الكبار يساعدون ليس اللاجئين بل كل المعذبين وكل المحرومين وكل من حرموا وتعذبوا على الأرض. بالنسبة لحضرتك تكلمت شوي سياسة انه منعت من المجيء صحة مسيح، يعني قد يكون
أنه يمنعون أجي أعداد وافرة من الإخوان الأشقاء لهون لمصلحة ولراحة الأمراء، لأن والسلام عليكم وحي الله بشار وأمك بشار وأمك بشار. لهذا يجب أن ترفع الرقابة يا جماعة. فهمت شيء؟ السلام عليكم، أنوار الكحل من المغرب. سيداتي الجميلات الروائيات العربيات، أنتن حين تكتبن عن الجنس في روايتكن فدائما تجسدون حسب كل الروايات اللي قرأت أنا تهتم بالجنس، تجسدون أن الرجل العربي بصفة عامة هو رجل يغتال السيادة لدى الأنثى ويغتصب الأنوثة، يغتصب الأنوثة، وتسمون هذه المسألة جريمة لكي يثبت رجولته. سيداتي، بهذه الكتابات وبالكلمات أنتم تعمقنا وتجسدنا الغباء المزمن الذي دائما هو صراع حول القيادة. المرأة دائما تريد أن يكون الرجل رقم واحد في حياتها وأن يكون الأخير في نفس الوقت. المرأة دائما تريد أن يدور الرجل في فلكها وهي ترفض أن تدور في فلكه. يلوم الناس جميعا الرجل عندما يطلق المرأة بعد 40 سنة، لكن الجميع يشهد له بفضيلة الصبر. المطلوب سؤالي، لماذا لا نتعاطى مع الجنس في كتاباتنا الأدبية سواء الروائية أو القصصية كأنسنة؟ العملية الجنسية هي ارتقاء بين الأرواح، هي التحام جسدين ليصبح جسد واحد، وروحين ليصبح روحا واحدة. هذه هي قمة التعايش والتسامح والتلاحم. لماذا لا نذهب في هذا الاتجاه؟ لماذا دائما؟ حضرة دكتورة أمل، بس اسمحي لي لحظة. يمكن أكبر سبب ليه ما بيصير إنه هيدا التفكير إنه ارتقاء بالأرواح، لأنه العقلية المريضة تبع الرجال هي إنه بده يلتقوا بالأجساد مع 4 و5 و6 و7، بينما المرأة محرومة لازم تقعد بالبيت تطبخ وتكمل. طيب نتوقف نسمع من أمل جرامي وبعدها سأعود لأنه عم ببلغوني باقي دقيقتين. أنا بعرف كلكم بدكم تحكوا. صحيح. معلش تفضلي أمل. موضوع معرف مثير، لكن وجهة النظر عبر عنها جيدا بسيطة. تفضل. عفوا، عندما نسقنا لهذه الجلسة وعدت الدكتور شفيق أنني لن أتدخل إلا مرة واحدة، ولكن أنا مضطرة لإعادة وضع الأمور في نصابها، لأن هذه الجلسة لم تخصص للجنس، وإنما خصصت للشباب وللأصوات الجديدة. ولذلك رجاء أن تكون الأسئلة موجهة إلى قوة التغيير. من أين يأتي سبل الفلاح إن شئنا؟ من أين سيأتي التغيير؟ لدينا كفاءات جديدة، لدينا أصوات. من لا صوت لهم في الماضي، من لم تسمح لهم الظروف بأن يبرزوا على الساحة، لدينا نماذج. فرجاء استغلوا هذه الفرصة لتبرزوا لنا بشائر نور جديدة، وشكرا. أنتقل إلى الروائيات وتعامل مع الأسئلة، ردة فعلكم. سمعتم هذا الكلام، ربما بعض من تحدث لم يقرأ الروايات، أنصح الجميع بقراءة الروايات للتعرف. كثيرا ما نرفض الشيء ونحن لم نقرأه، نتعرف عليه ثم نحكم، ولكن أريد أن أسمع رأيكم. أبدأ معك سامية. الحقيقة أنا بس بحب أقول، بس صوت عالي أعلى، بحب أقول إنه حليب التين حكت عن تابو الجنس، بس هي مش عن الجنس، يعني حكت عن تابو الجنس كعائق بالتقدم، كعائق بحل قضية مجتمع طرد من أرضه، مجتمع لاجئين. وهي بتحكي عن البؤس اللاجئين اللي استمر 60 سنة ولليوم ما قدرنا لقينا حل. هلا الموضوع الجنس هي جزء ودلالة رمزية لهيدي العوائق اللي وقفت بوجه التقدم، نتيجة انه نحن مصرين نضلنا محافظين على الفكر الذكوري الذي يمنع تقدمنا.
باللجوء لإحاطة وضع المرأة بالحصار، مش بس يعني إنه الفكر الذكوري، المخيم بطبيعته ما بيسمح مش بس للمرأة ولا للرجل يتحرك، لأنه بسبب الضيق، ضيق المساحة المتاحة. طيب يعني فرجاء ما ينفهم إنه الموضوع هيك، ومش خايفة أنا إنه إذا هاي ملاحظات ختانية. في شغلة بس بدي أقول، أشكر للأستاذ المغربي اللي حكى إنه ليش ما منتعاطى مع الجنس بالكتابة كمسألة إنسانية. هو هيك بالضبط حكيت حليب التين، حكيت عن تلاقي الجسد بالروح بالفكر بالأفق المفتوح، يعني إذن بالضبط ما أنت طلبت يعني إلى حد يعني متفق معه. طيب أظن أنا لن أجيب على الأسئلة، لن أجيب على الأسئلة يعني بعتذر، لأنه كلها تدور في موضوع بعيد تماما عن موضوعنا. سأشير فقط أنه مثلا كتابي أو كتاب سامية مساء أو غيره، أول طبعة بيكون فيها 1500 نسخة، طبعا 100 نسخة منوزعهم على الصحافة بضل في 1400 ممكن بيعهم بسنة، ممكن بسنتين، ممكن 15 سنة ما بتخلص الطبعة. معناتها في 1500 قارئ تقريبا في العالم العربي كله. هل 1500 نسخة كافية؟ يعني عندنا 1500 نسخة من كم مليون عربي، يعني شيء مؤسف. يجب أن نعمل على الترويج للرواية. في ناس يقولوا لك لا نحن ما لازم نروج للرواية لأنه هي ليست سلعة، لازم نروج للرواية. الشغلة الثانية، هلأ في كذا واحد سألوا سؤال تلطيش، شي أدب فراش، شي ما بعرف شو أدب جنس، القنوات الإكس اللي موجودين في كل واحد ببيته عنده قناة، وفي أفلام ما بتنشاف، ما في الواحد يشوفها هو ولاده، وتبث أفلام 24 ساعة على 24 ساعة، ليه ما بتحكوا عنا؟ هل الرواية بخطورة الفيلم الإباحي اللي بتشوفه بعد نص ليل؟ شكرا فضيلة، شكرا شكرا. دكتورة هدى، في عجالة أنا حلتزم بما قالته الدكتورة أمل في يعني التغيير. أنا عايز أقول لحضرتك رواية عصام يوسف في الجامعة عندي، الطلبة كلهم أولا استضافوه، عملوا ورش عمل علشان التوعية، فأنا عايز أقول أنه فعلا كان ليها أثر ضمن شباب الجامعات قوي. بس ده اللي أنا أريد أن شكرا. سجا سرعة ملاحظات أخيرة بس على موضوع التغيير وقراءة الرواية. فعلا الرواية بتعمل تغيير، وهلأ إذا بدور حديث بين رجل مثقف وقارئ رواية وبين رجل غير قارئ بتاتا، تلاحظ التفكير بالعقل وكيف نظرته للمرأة وتعامله مع المرأة على أنها كائن مثله. إذن عم تنصح الناس يقرأوا الروايات وبعدين يحكموا؟ أنور كان زعلان إنه ليش عم وصفنا رجل بهذه الطريقة بالرواية. سجا شكرا. أنا بحب أنهي إنه كثير ما سمعنا عن طريقة الرجال بالتعبير عن المرأة، الآن حان الوقت للمرأة أن تعبر عن